التاريخ. عبد الناصر رحمه الله لما قام بالثورة كان بيفكر تملي في جزئياته، ان هو كيف يطور، كيف يغير، كيف يفيد الشعب، كيف كذا الى اخره. ففي يوم فكر انه يلغي الازهر. يلغي الازهر. يعني قال يعني نطوره كده، نغريه ونعمل مثلا وزاره الاوقاف مكان حاجه كده، فكره كده. وكان عنده احمد سكرنو. طبعا. واحمد سكرنو معروف انه هو اشتراكي، يعني ما هوش من الاسلام السياسي ولا حاجه، ده راجل يعني متبني حتى الشيوعيه كان في البتاع. فالمهم انه احمد سكرنو بيحب عبد الناصر، وعبد الناصر يحبه، في باندونج بقى والحاجات دي هي كلها. فقال له بتعمل ايه يا جماعه؟ قال له ده انا هوقع النهارده يعني قرار جمهوري بالغاء الازهر. قالوا ازاي يعني تلغي الازهر؟ ازاي هتلغي النيل، هتلغي الهرم؟ احنا لا نعرفكم اصلا الا بالازهر. يا سلام. هو احنا بيننا وبين بعض علاقات تجاريه، علاقات ثقافيه، هي الحدود مشتركه. هو في ده ما فيش اي مصالح ولا مشاكل، انما اللي نعرفكم بيه بس هو الازهر. الطلاب الاندونيسيين اللي بيتعلموا في مصر. انا شايف ان ده قرار اولا خطير، وثانيا خطا. عبد الناصر يسمع، كان يسمع ويسمع كويس، والقصد بتاعه هو مصلحة البلد. يعني هو بيعمل كده متخيل على قد ما عنده من المعلومات. فلما احمد سكرنو قال له كده، قال له ما نعمل ايه في الحتة دي؟ قال له لا، ده انت تؤكد على الازهر، ده انت تؤيد الازهر وتعمق الازهر. قال له طيب. والكلام ده كان سنة في حدود 59، وابتدى عبد الناصر يجيب سليمان حزين ويجيب العريان، سعيد العريان، عشان يصوغوا قانون 103 لسنة 61 اللي فيه تطوير الأزهر وكيف يصبح عالميا، وأول بند فيه إن الأزهر ده هو مرجع